كالبدايات الجميلة في كل مساء، مسي عليكم بالخير مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعون شاشتنا الوطنية شاشة تلفزيون البحرين، ونقول لكم حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج البحرين اليوم. ومثل ما اعتدنا دائما وأبدا نستعرض لكم أهم الأنشطة والفعاليات المحلية اللي أقيمت ولا تزال تقام على أرض المملكة الغالية. خلكم معنا بعد الفاصل. تزامناً مع توقيع المملكة وثيقة إعداد التقرير التطوعي لتنفيذ الأهداف، محافظة العاصمة تنظم ورشة عمل تعريفية حول أهداف التنمية المستدامة. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. نظمت محافظة العاصمة ورشة عمل تعريفية حول أهداف التنمية المستدامة، حيث تأتي هذه الورشة بالتزامن مع توقيع مملكة البحرين على وثيقة مبادرة التعاون المشترك لدعم إعداد التقرير الوطني التطوعي الأول لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. محافظة العاصمة ابتدينا بمشاريع كثيرة، منها أولهم وأكبرهم هو الجواز العمل التطوعي اللي بالتعاون مع اليونايتد نيشن واعتمدته تقريبا 7 منظمات أممية أخرى. وإحنا في المحافظة الآن أغلب مبادراتنا وبرامجنا تصب في تحقيق هذه الأهداف اللي تتماشى مع أهداف محافظة العاصمة. وأعتقد اليوم الندوة هي فرصة للمدراء واللجنة، أيضا لجان موجودة اللي إحنا نتعاون فيها سواء كان اللجنة الصحية إلى آخره، بالاطلاع على هذه الأهداف وكيف نحققها من خلال الشراكة المجتمعية مع الأهالي وننفذها إن شاء الله. وأشاد معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة خلال الورشة بالتنسيق والتعاون المثمر بين المحافظة والأجهزة والمنظمات المتخصصة والبرامج التابعة للأمم المتحدة من خلال تلقيها الدعم والمساندة في المبادرات والمشاريع التطوعية والتنموية التي تتبناها المحافظة، بما يسهم في الموائمة بين تلك البرامج وأهداف التنمية المستدامة 17 المتفق عليها في الأمم المتحدة. تحويل فكرة الأهداف إلى أفكار على أرض الواقع شيء ليس سهل، وأحب أهني معالي الشيخ هشام على القيادة اللي هو أبداها وخد على عاتقه أنه هو ابتدي يعمل مشاريع تخاطب أهداف التنمية المستدامة. ألف مبروك لمحافظة العاصمة على البدء في هذا العمل، ونحن في الأمم المتحدة نقدم له كل الدعم الفني ونقدم له كل التقدير على هذه الخطوات التي سيكون لها مردود على المدى القصير وأيضا على المدى الطويل، لأنها سوف تفتح فرص سواء للتطوع للشباب أو فرص لريادة الأعمال في العمل في القطاعات المختلفة التي تتضمن أهداف التنمية المستدامة. وخلال الورشة تم عرض خطة التنمية المستدامة والتي تحمل في طياتها 17 هدفاً و169 غاية، إضافة إلى 231 مؤشر قياس، حيث تشمل الخطة كافة أبعاد التنمية المستدامة سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية. تحت رعاية سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، تنظم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية معرض التوظيف في القطاع التعليمي، وذلك يومي 16 و17 من شهر إبريل الجاري في بهو الوزارة بمدينة عيسى. مزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
ضمن سلسلة المعارض التوظيفية التي تنظمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، انطلق معرض التوظيف في القطاع التعليمي بنسخته الرابعة، وذلك في إطار تكثيف المبادرات المجتمعية الداعمة لتعزيز فرص التوظيف النوعية أمام الباحثين عن عمل، وإتاحة الخيارات أمام أصحاب العمل للحصول على الكفاءات والكوادر المؤهلة وفق احتياجات منشأتهم التعليمية والتدريبية العامة والخاصة. نشكر وزارة العمل والوزير جميل حميدان على تنظيم هاي النوع من المعارض. هي فرصة فعلاً نحن نلتقي بسوق العمل، نتعرف على الاحتياجات الموجودة، وهم بالنسبة حق اللي هو العاطلين أو الباحثين عن العمل ممكن يكونون في التقاء مباشر معنا. كل المدارس، كل المؤسسات التعليمية ملتقين في مكان واحد، عملية تسهل الالتقاء والبحث عن الوظائف ونحصل على الشواغر المحتاجينها. بالنسبة عن هالمعارض يعني ضيف لنا شيء كثير، بالنسبة فرصة نتعرف على الكوادر الوطنية مؤهلة وتخصصاتهم، وتكون فرصة جميلة ان احنا نلتقي فيهم يعني ونختار الكادر المؤهل يعني بالنسبة حق الأعمال الوطنية يعني. ويستهدف المعرض توظيف حملة الشهادات الجامعية والدبلوم والثانوية العامة من الباحثين عن عمل، حيث تعرض الجهات المشاركة من مؤسسات تعليمية تضم جامعات ومدارس إلى جانب مؤسسات تدريبية خاصة شواغرها الوظيفية، والتي تشمل الوظائف الإدارية ووظائف المدرسين والمدربين والفنيين والمشرفين التعليميين وغيرهم. سهلت علينا وايد يعني، كل المدارس موجودة في مكان واحد، كل الشركات يعني كل المراكز مكان واحد، فسهلتوا علينا حتى وفرتوا وقت وجهد علينا. نتمنى من وزارة العمل أن تكثر هاي المعارض على الأقل مرتين في السنة، لأن أعتقد أن القطاع الخاص يكون لهم فترتين للتوظيف، فأتمنى أن تكثر هاي المعارض خلال السنة الواحدة، وبيكون يعني أفضل إلى الباحثين وبيكون أفضل إلى جميع اللي يبحثون عن عمل خصوصا في القطاع التعليمي يعني. ومما لا شك فيه أن مثل هذه المعارض تسهم في خدمة الأهداف الوطنية، حيث أن إدماج الشباب البحريني في سوق العمل يعد أحد أهم الأولويات المدرجة ضمن خطة تنفيذ برنامج عمل الحكومة ورؤية مملكة البحرين 2030 في مجال تنمية الموارد البشرية. مشاهدينا مستمرين بعرض تقاريرنا لحلقة اليوم مثل ما اعتدنا، وبلا شك الشكر موصول لكل المتابعين اللي يشاهدون هذه التقارير ويستمتعون فيها، وشكر موصول بلا شك أيضا لكل الزملاء اللي يعملون على هذه التقارير، وأيضا القائمين على صنع هذه المبادرات الجميلة في مملكتنا الغالية. نروح لتقريرنا التالي، وبناء على الجهود المتواصلة للمؤسسة الخيرية الملكية لتقديم خدمات ورعاية شاملة للأيتام، حرصت المؤسسة سنويا على إقامة فعالية يوم اليتيم العربي، واللي كانت هذا العام عبارة عن مهرجان ترفيهي على شاطئ البحر في إجازة نهاية الأسبوع. فكرة مغايرة راح نتعرف على تفاصيلها في التقرير. وجوه أطفال رسمت عليها ابتسامة فرح، أجواء ضجت سعادة بيوم ترفيهي أقامته المؤسسة الخيرية الملكية لأسر الأيتام المنضوين تحت مظلتها بمناسبة يوم اليتيم العربي. الفعالية عبارة عن نظام فود فيستيفال، قلنا هالمرة بنغير، شارك معنا أكثر من 12 مطعم، وحابين نسويها على البيتش، إن نشمل الأكل والبحر وألعاب البحر، في ركن حق المساج نطلع الأمهات من التوتر اللي هما فيه، وفي ركن حق العشايف نسوي نفس الدول الأوروبية كأنهم برا البحرين، وفي عندنا ورش مع ورشة الكوكيز والكب كيك حق تلوين، وفي عندنا فقرة بلاي سوون كرافت، وفي ألعاب وفي زومبا. الفعالية جميلة، شيء وايد حلو، وايد احنا يعني
شيء ما أعرف أوصفه، أن الواحد يغير جو، وفعلا غيرنا اليوم جو بفضل المؤسسة الملكية. أشكرهم شكر الجزيل، اللي الفعالية جميلة وكل فعالياتهم عموما احنا من المشاركين معهم في الفعاليات. اليوم وايد وايد استانس في المهرجان اللي سويته مؤسسة الخيرية الملكية، والفعاليات اللي سووها، يسوون الشعر ويعلمون شوي، يسوون شباصات صغار، واليوم تسبحنا في البحر، وايد وايد كان عجيب. يقول المثل: من فرح طفل فرح نبي، فما بالك إنسان يفرح يمكن هذيل اليتام اللي احنا نعتز فيهم ودائما يلقون رعاية واهتمام بالغ من قبل المؤسسة الخيرية الملكية ومن قبل كل أهل البحرين اللي متعودين دائما يحفونهم بطيبتهم. مشاهدين نروح لتقريرنا التالي، وبرعاية وحضور سعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية، عقدت مؤسسة ماستر انترناشنال ملتقى المدربين والكوتش بحضور نخبة من المدربين البحرينيين في كافة المجالات، والذين طرحوا خلال الملتقى مجموعة من المحاور الخاصة بمهارات التدريب والتعلم. كما تم خلال الملتقى أيضا عقد مجموعة من الجلسات التي تم الطرح من خلالها خبرات المدربين العلمية والعملية، والتي أثمرت عن تميزهم ونجاحهم. مزيد في هذا التقرير. نحو مواجهة تحديات التدريب والكوتشينج والتعرف على أفضل الطرق لتدريب الطاقات الشبابية الواعدة في كافة المجالات، عقدت مؤسسة ماستر انترناشنال ملتقى المدربين والكوتشينج بحضور نخبة من المدربين والمحاضرين الذين حرصوا على المشاركة في هذا الملتقى لإلقاء الضوء على تجاربهم العملية في مجال التدريب والتعرف على كل ما هو جديد ومتطور في هذا المجال الحيوي الهام، ألا وهو مجال التدريب. هدفنا الأساسي أن احنا نجمع المدربين والكوتشز والاستشاريين المتخصصين في هذا المجال، ونبدأ نجتمع ويكون ما بيننا تعاون، ويكون ما بيننا طرح أوراق وأفكار جديدة، وخصوصا الآن احنا قاعدين نمر في تحديات وتطوير، فنحتاج إلى حلول جذرية وحلول تنومية كبيرة. فنطلع من خلال هذا الملتقى نطرح أفكار، نتداول مواضيع، حلول جميلة، حتى احنا نبدأ نتطور بشكل أفضل. فهذا الهدف الأساسي من الملتقى. ملتقى توست ماستر للمدربين هو عبارة عن ملتقى لتبادل الخبرات وقصص النجاح بين مدربي ماستر انترناشنال، يحضر جمهور بالإضافة إلى المدربين نفس ما قلت لتبادل الخبرات والاستفادة من قصص النجاح. اليوم تقريبا عندنا حوالي 9 متحدثين بالإضافة إلى مجموعة من خريجين دورات ماستر انترناشنال التدريبية للحديث عن تجاربهم. الحياة مهارة فاكتسبها بجدارة عنوان هذا الملتقى، والذي شهد خلال محاور جلساته استعراض لتجارب نخبة من المدربين البحرينيين الذين خاضوا غمار التدريب في كافة المجالات بجدارة وتميز. المحور اللي راح أتناوله في هذه الملتقى هي ورقة بعنوان أخلاقيات المدرب أو أخلاقيات التدريب. احنا نلاحظ الحين طبعا هو عبارة عن 3 محاور. المحور الأول راح أتكلم عن ما هي أخلاقيات التدريب، بعدين راح نتكلم عن صور من أخلاقيات التدريب، والمحور الثالث راح أتحدث عن ماذا سأخسر إن لم أتبع أخلاقيات التدريب.
مؤسسة ماستر انترناشنال حرصت على تخريج عدد من المدربين ذوي الكفاءة واستقطابهم واستثمار خبرتهم الحياتية والمجتمعية في مجال ريادة الأعمال بطريقة مميزة واحترافية، ساهمت بالارتقاء بالتفكير بطريقة إيجابية وإبداعية مميزة. مشاهدينا، مع التطور الحضاري في مملكة البحرين انتشرت خلال السنوات الأخيرة ثقافة التدرب والتدريب في مملكة البحرين من خلال مجموعة من المؤسسات التدريبية المتخصصة، سواء الخاصة منها والعامة، استطاعت من خلال إطلاق برامجها أن تخرج جيلا واعدا من المدربين في مختلف المجالات العلمية، لما للتدريب من دور مهم وحيوي ومحوري في التطور والتنمية. نشاهد في هذا التقرير. التدريب والتدرب سلاح العصر الحديث والطريق الناجح نحو الإبداع والتميز في كافة المجالات. سار على طريقه الشباب البحريني رغبة منهم في التميز بكافة المجالات، فبالتدريب تتطور المواهب وتنفتح آفاق الحياة وترتقي بها الأوطان والحضارات. ومملكة البحرين كانت وستظل الحاضن لطاقات الشباب الإبداعي من خلال دعم المؤسسات التدريبية بها، سواء الحكومة منها أو الخاصة. والله أنا بديت من صفر، تقدرون تقولون يعني بديت بكاميرات صغيرة، بالرسم شوي شوي، وكاميرات هندي كام. بديت أتعلم وخذت ورش بسيطة، وبعدين تعلمت أكثر من اليوتيوب، وسافرت أمريكا لمدة شهر حق صناعة عشان أتعلم صناعة الأفلام. الحمد لله سويت لي فيلم سينمائي، وحاليا شغال في البزنس يعني كإنتاج فني، عندي شركة إنتاج فني. شركة ماسترز انترناشنال تأسست عام 2007، ومنذ تأسيسها وضعت على عاتقها مسؤولية تخريج نخبة من المدربين الذين سيصلون بجهودهم إلى العالمية في كافة المجالات، وتحقيق الريادة الدائمة وصناعة الحضارات بصورة إيجابية، وجعل مملكة البحرين المكان الأفضل في العالم في التدريب وتخريج النخب في كافة المجالات. طبعاً مؤسسة التحدي نعمل فيها على تعزيز القيم والمهارات لدى فئتي الناشئة والشباب من خلال مجموعة عودة من البرامج اللي نقدمها، اللي تطور من مهاراتهم العقلية ومهاراتهم الجسدية ومهاراتهم حتى خاصة في القيادة. فمجموعة عودة من البرامج نقدمها للمراكز الشبابية وللمدارس في مملكة البحرين. كان جازت على الصعيد الشخصي الحمد لله، افتتحت استوديو خاص فيني، وبشكل شهري عندنا دورات تدريبية، بالإضافة إلى هاي أنتجنا مجلة خاصة في التدريب في مجال التصوير الفوتوغرافي، وعندنا ويب سايت خاص فيه باسم phototeam360.com. كل شخص يقدر ينزل هذه المجلة ويقرأ المجلة، بالإضافة تم طباعة هذه المجلة بشكل ملموس. منجزات ومخرجات إبداعية خرجت للعيان بسواعد أبناء مملكة البحرين وتميزت بكافة المجالات، لم تقف فقط عند محطة الإنجاز، ولكن امتدت لتزود خبراتها إلى العالم كله من خلال هؤلاء المدربين الذين سيكون لهم مستقبل باهر في تطور البحرين ورقيها ورفعتها. مشاهدينا، تفاصيل أكثر، وينضم لنا عبر الهاتف لؤي الخاجة مؤسس مؤسسة ماستر انترناشنال. أهلا وسهلا فيك. يا أهلا وسهلا، مرحبا فيكم. أهلا وسهلا فيك. تدريب وتخريج مجموعة من المدربين المتخصصين في كافة المجالات العلمية والعملية بلا شك يعني ركيزة مهمة وأمور حيوية صار كثير يعتمد عليها اليوم، بالذات كركيزة اقتصادية في مملكة البحرين. عطنا شوية نبذة عن الجهود بشكل عام في مؤسستكم لهذا المجال. يعطيك العافية. احنا طبعا تركيزنا ان احنا نبدأ ندعم المؤسسات الاقتصادية والتنموية من خلال طرح الحلول اللي هو التدريب وتقديم الاستشارات وتقديم الفعاليات اللي لها علاقة بالتنمية البشرية والتطوير المؤسسي. جميل. قاعدين نقدم مجموعة من الورش، نقدم مجموعة من الفعاليات وايضا استشارات من خلال الماسترز انترناشنال.
ملتقى المدربين والكوتش كان أحد هذه المبادرات الهامة اللي تطرقت لها قبل قليل، يعني في مجال التدريب عامة ودفع الطاقات الشابة. كلمنا أكثر عن مخرجات هذا الملتقى تحديدا. نعم، احنا شهدنا آخر الآونة كثرة المدربين والاستشاريين، والأهم من ذلك أن حلو هذا الانتشار، ولكن أهم من ذلك أن احنا يتم صقلهم وشقل مهاراتهم ووجود معايير احترافية قوية ندعمهم فيه حتى يزولون هذه المهنة بشكل احترافي. نعم. ومهني، وأيضا ممكن من خلاله يتركون بصمات إيجابية في مؤسساتهم الاجتماعية أو البزنس. كيف تقيم اليوم يعني تفاعل الشاب البحريني بشكل عام والشباب البحريني في مجال التدريب وحرصه على الحصول على شهادات معتمدة للتدريب، وشنو هي أكثر التخصصات اللي تشهد إقبال كبير عليها من قبل الشباب؟ ما شاء الله إقبال كبير جدا من الشباب. يعني أنا شخصيا في البحرين يعني أشوف آلاف من الشباب يحضرون عندنا في مختلف الفعاليات. آخر فعالية 70 واللي قبل 350 شاب وشاب أحضروا، إقبال قوي جدا، وحابين أنهم ينضمون ويكونون استشاريين ومدربين أو حتى كوتشز أو منتورز. وخصوصا هذا الموضوع انتشار كبير في العالم، مثل في الولايات المتحدة عاملين التيرن اوفر تبع مجال الكوتشنج تقريبا سنويا 28 بليون دولار في هذا المجال كاقتصاد. ففي اقبال واسع في هذا المجال خصوصا في البحرين، وفي انتشار ايضا من البحرين والدول الاخرى. احنا نشهد مدربين اليوم يروحون الامارات، يروحون السعوديه، يروحون الكويت، دول ثانيه يقدمون برامج، وهذه حاجه يعني نفتخر بها كبحرينيين، ومعناته في اقبال قوي من الدول الخارجيه ايضا. نعم بلا شك، إن شاء الله إقبال مستمر ونجاحات متكررة لكل الشباب البحريني في شتى القطاعات. لؤي الخاجة، مؤسس مؤسسة ماستر انترناشنال، كل شكر لانضمامك لنا في البحرين اليوم ومداخلتك. مشاهدينا بكذي نكون وصلنا لختام حلقة اليوم من برنامج البحرين اليوم. نلتقيكم دائما على أجمل حالات وفي أجمل حالات. نلتقيكم على خير، في أمان الله.